أكيد هو هناك اتصالات، يعني اتصالات مستمرة. نعم. بين يعني بين تحالف السيادة وأيضا بين تحالف أو الكتلة الصدرية وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. وطبعا بلا شك يعني إحنا اليوم في مرحلة سياسية شوية صعبة. هناك انسداد سياسي. هناك جلسة مقبلة لرئاسة الجمهورية. هناك المحكمة الاتحادية التي قالت بأنه يجب يعني حضور الجلسة يجب أن يكون أو الانتخاب يكون ب 220 ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. يعني هناك بعض القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل المحكمة الاتحادية، هذه كلها الوضع السياسي هذا يؤدي إلى أنه نحن اليوم تحالف لدينا، يعني هو تحالف ثلاثي موجود، فأكيد يعني آليات العمل المستقبلية. ولكن كما قال يعني تفضل به أخي الكريم، اليوم هسه أكو لقاء بين السيد سماحة السيد مقتدى الصدر و السيد محمد الحلبوسي أو يعني السيادة. طيب. وبلا شك في الأيام المقبلة ستكون هناك لقاءات أو اتصالات. ليس بال تحدث الرديني عما أسماه لقاء قمة، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك لقاء أو غير لقاء، المهم اتصالات مستمرة، لأنه كما قلت الوضع السياسي يعني متأزم، وهناك يعني حقيقة مرحلة صعبة تجي. هذه المرحلة بحاجة إلى حوارات أكثر، بحاجة إلى طيب تنسيق أكثر، وبحاجة إلى يعني نستطيع أن نقول حتى انفتاح أكثر. ولكن بالنهاية الـ 220 التي هي يعني جلسة رئاسة الجمهورية تحدد علينا بعض الأمور.